قال ابن الأثير: ذكر ملك التتر براغة. وفي هذه السنة سنة 628 هجري حصر التتر براغة من أذربيجان، هذه أذربيجان شمال غرب إيران، فامتنع أهلها ثم أذعن أهلها بالتسليم على أمان طلبوه، فبذلوا لهم الأمان وتسلموا البلد وقتلوا فيه، إلا أنهم لم يكثروا القتل وجعلوا في البلد شحنة، كما قلنا الشحنة هو قائد شرطة، قائد عسكري، مسؤول أمني. يقول: وعظم حينئذ شأن التتر واشتد خوف الناس منهم بأذربيجان. هذا في أي سنة؟ في سنة 628 هجري. أقول: هل لمراغة خصوصية معينة بحيث كان سقوطها منذرا لابن الأثير بتعاظم الخطر، أو أن ذلك تزامن مع حال اليأس التام الذي صار فيه بعد أن فقد أي أمل يرجى من حكام المسلمين وملوكهم وسلاطينهم وأئمتهم وخلفائهم حتى المقدسين التيمية وأبناء التيمية منهم؟ وجزى الله تعالى ابن الأثير خير جزاء المحسنين لتوثيقه الكثير من الحقائق التي وقعت في ذلك الزمان، ولاهتمامه بأمور الإسلام والمسلمين، وتشخيصه للكثير من مواطن الداء والوباء النفسي والقلبي والأخلاقي التي أدت إلى هلاك ملايين الأرواح المسلمة البريئة، وتدمير البلدان الإسلامية بما فيها من أعيان وأموال على يد حكام الإسلام أنفسهم، ثم الغزو الفرنجي والمغولي التتري الخارجي. ولنقرأ ما قاله رحمه الله، قال: فالله تعالى ينصر الإسلام والمسلمين نصرا من عنده، فما نرى في ملوك الإسلام من رغبة في الجهاد ولا في نصرة الدين، بل كل منهم مقبل على لهوه ولعبه وظلم رعيته، هذا أخوف عندي من العدو. وقال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.